بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة المتعلقة بتعليم اللغة الفرنسية من خلال كتاب بيان ليغ إي كومبخوندغ كالعادة. طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الأصوات أغ أغ إيغ أوغ إيغ، ثم انتهينا طبعا مع هذه الفقرات. إذن فد الفقرة إن شاء الله سنرى هذه المقاطع اللفظية كما عندنا هنا آل 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 إيل إيل آل 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 إيل 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 إيل، كما في كلمة ميشيل آل ميشيل، فوالا سي ميشيل ميشيل غارد لو شوفال، ميشيل غارد غارد لو شوفال. طبعا هنا انا ما عندناش ميشيل روغارد لو شوفال، يعني ان ميشيل ينظر الى الحصان، هنا عندنا ميشيل غارد، عندنا لو فيرب غاردي، عندنا لو فيرب غاردي وماشي لو فيرب روغاردي. روغاردي يعني نظرة. هنا عندنا حرس كما نقول، كما نقول حرس. إذن ميشيل يحرس الحصان، يعني أنه مراقبه باش ما يضيعش. ميشيل غارد لو شوفال، ميشيل غارد لو شوفال. ومن كلمة مثلا لو غارديان، لو غارديان يعني الحارس، او كما نقول مثلا لو غارديان دو بوت، لو غارديان دو بوت، اذا نتكلم عن حارس المرمى مثلا. اذا تاتي من هذا الفعل، فعل غاردي. اذا كما قلنا الان ميشيل غارد لو شوفال. ثم عندنا بيل بول مال بول بول بال بال ميل ميل بال بول بول مول بول بيل بول بيل بيل ميل ميل بيل 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 ميل. إذا نعيد بيل بول بول مال بول بول بال بال ميل ميل بال بول مول بول بول بيل ميل بيل 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 ميل. أسفل الصورة كما نلاحظ عندنا ان بو دارب بور لو شوفال دو ميشيل، ان بو دارب بور لو شوفال دو ميشيل. لارب كيس كون ادي، اون ادي كو لا غروس بول، لا غروس بول شيرش دي فير دون لارب، فوالا لا غروس بول شيرش دي فير، شيرش دي فير dans l'herbe, dans l'herbe. Voilà, c'est l'herbe. Ici, on a un peu d'herbe pour le cheval de Michel. Il donne un peu. Al-Qalil, Al-Qalil, min mada. Un peu d'herbe. Al-Qalil, min al-ushb. Un peu de herbe. Taban adna de voyelle. Qui se rencontrent, alors on supprime la première et on met une apostrophe. Et donc, tabana inda mi yaltaqi sawtiyan nahdif l'awl, idan nahdif e, tumanada apostrophe. Un peu d'herbe, al-qalil min al-ushb, pour le cheval de Michel. Pour le cheval de Michel. Idan al-qalil min al-ushb, al-qalil min al-ushb, لحصان ميشيل.
Un peu d'herbe, d'herbe pour le cheval, pour le cheval de Michel, de Michel. Un peu d'herbe pour le cheval de Michel. Nous passons à ce paragraphe dans lequel nous allons voir des mots avec al, des mots avec ol, des mots avec elle, des mots avec ul, et enfin on a des mots avec il. Nous prenons les mots avec al. Par exemple, le cheval, voilà, c'est le cheval. Le cheval. Voilà, on a des mots avec al. Le cheval, le cheval. Le mal, le mal. Un char. Char, ou aïe chez insi. Nakolano, le mal, le mal. Un char. Thomas, le chacal. Le chacal, le calcul, الحساب. ومنها le verbe calculer, في الحساب. أنك تجري حساب. أجري حسابا. أنك تقوم بعملية حساب. نقول مثلا calculer l'opération suivante. أحسب العملية التالية مثلا. لو كالكول. ثم أمبال. نو باسون أو مو أفيك أول. باغ إكزومبل لو سول. لو سول يعني الأرض أو التراب. لو سول. لو سولدا. لو سولدا. الجندي. Un bol, la récolte, يعني المحصول. المحصول الزراعي مثلا اللي تنحصلوا عليه بعد الجني مثلا. اذا نتكلم على المحصول la récolte. مثلا الى جنينا التفاح اذا نتكلموا على المحصول. الى حصدنا القمح مثلا اذا نتكلم عن la récolte. اذا المحصول. Un col. Ensuite, nous passons au mot avec elle, le sel. نقول مثلا un peu de sel. قليل من الملح. Le sel, الملح. Un hôtel. إذا نتكلم عن فندق. ثم عندنا l'appel. إذا نتكلم عن أداة أننا نحفر بها. نحمي بها التراب أو ما يشبهه. لابيل. ال غي. قلنا لو فيرب غير عندنا فعل ضحكة. ال غي هي تضحك. إن أشال. إذا نتكلم عن سلم. أشال. سواء تحدثنا عن السلم الذي نستعمله للصعود. أحيانا نتكلم عن سلم الخرائط. نفس الكلمة. إنشال. Ensuite nous passons au mot avec il. Avec il. Par exemple, le calcul. إذا نتكلم عن الحساب. La culbute. Voilà, c'est la culbute. Une insulte. طبعا هي اللي تيجي منها فعل insulter. أنك تسب شخصا. أنك تسب شخصا. إن أنسلت كما نقول سبة. La culture. طبعا كلمة la culture ممكن تعني الثقافة أو نتكلم عن الزراعة. أحيانا نتكلم عن زراعة فاكهة أو زراعة خضروات. إذا نتكلم عن la culture تعني أيضا الثقافة. La culture. Et enfin, on a des mots avec il. Par exemple,
une bobine de fil. Une bobine de fil. تنتكلم على اللفة من خيط. Une bobine de fil. Une bobine. Bobine de fil. Le joli mois d'avril. Le joli mois d'avril. الشهر الجميل لأبريل. كما نقول شهر أبريل الجميل. كما نقول شهر أبريل الجميل. ثم عندنا le grill. Le grill. Voilà, c'est le grill. C'est le grill. ثم عندنا René a mal à la tête. René a mal à la tête. قبل قليل تكلمنا عن le mal. كما رأينا إذا نتكلم عن الشر أو السوء. غوني أمال على طيت. إذا غوني عنده السوء، عنده شر كما نقول، على طيت في الرأس. المقصود أن رأسه يؤلمه. غوني أمال على طيت. ثم عندنا غيمي أصالي لو كول دو سا فيست. غيمي أصالي. غيمي أصالي لو كول دو سا فيست. إذن غيمي أنه وسخ لو كول دو سا فيست، منطقة العنق من اللباس تسمى لو كول. ثم عندنا مينا أفيني تو سون كالكول. مينا أفيني تو سون كالكول. إذن مينا أنها أنهت، طبعا عندنا لو فيغ فينيغ أو باسي كومبوزي. مينا أفيني. مينا أنها كملت تو سون كالكول. تو سون كالكول. تو سون كالكول. كل حسابها. أنها أنجزت كل حسابها. ولكن هنا عندنا مينا أنها أنهت. إذا مينا أفيني. مينا أنهت تو سون كالكول. كل حسابها. جو سوي ني لو 20 أفريل. Je suis né. طبعا عندنا هنا لو فيرب ناتخ. Je suis né. أنا je suis né. أنا زدت. أنا ولدت. ومن كلمة la naissance. La naissance. La naissance. الولادات. إذا نتكلم عن la date de naissance. تاريخ الولادة. هنا je suis né. إذا عندنا لو فيرب ناتخ. Le verbe naître. Je suis né. Ana wulitu. Le 20 avril. Le 20 avril. Comment on appelle هنا le 20 ou le 20 avril. Min shahr avril. Ana wulitu fi had at tarikh. Marcel joue avec ses soldats. Marcel joue avec ses soldats. Idan Marcel yalab ma'a junoudi. Ma'a junoudi. Tifl Marcel yalab bilou'ab saghira ala shakl junoud. Marcel joue avec ses soldats. Kamal on aqul anna Marcel yalab ma'a junoudi. Michel a cassé un bol. Michel a cassé un bol. إذن ميشيل أنه كسر أمبول. نوع من الأواني يسمى أمبول. ميشيل أكاسي أمبول. Voici le cheval de Michel. Voici le cheval de Michel. Voici le cheval de Michel. ها هو حصان ميشيل. Il a une selle toute neuve. Il a une selle toute neuve. Il a une selle toute neuve. إذن هو عنده سرج جديد جدا. هنا كمان نقول كل جديد. كمان نقول كل جديد. المقصود هنا أنه جد جديد. Une grande échelle. Une grande échelle. Une grande échelle. إذن نتكلم عن سلم كبير. طبعا كلمة سلم كلمة مؤنثة. إذن نقول هنا grande. Une grande échelle. Et d'un seul l'homme qui est bien.
سلم كبير. Mon oncle fera une belle récolte. إذن عمي أو خالي. Mon oncle fera. طبعا عندنا هنا لو فيغ فيغ ولكن مصرف او فيتور سامبل، مصرف المستقبل البسيط. إذن mon oncle fera عمي أو خالي سيفعل. لو فيغ فيغ يعني فعل فعل أو قام بشيء ما. Mon oncle fera. Mon oncle fera. عمي أو خالي كما قلنا fera. Fera. أنه سيقوم ب أنه سيعمل. Une belle récolte. محصول جيد. محصول جيد. كما نقول هنا محصول جميل. إذن المقصود هنا بأن عمي سيكون له محصول جيد. Mon oncle fera une belle récolte. ثم il y a un bel hôtel dans la ville. Il y a un bel hôtel dans la ville. Il y a un bel hôtel dans la ville. هناك il y a un bel hôtel. فندق جميل. Dans la ville في المدينة. L'hôtel des sapins. L'hôtel des sapins. فندق هذا نوع من الشجر الذي يسمى سابان، هي أشجار مخروطية الشكل. نتكلم عن نوع من الأشجار مخروطية الشكل تسمى سابان. إذا طبعا هذا الأوتيل هذا الفندق أنه يسمى بهذا الاسم فندق هذا الأشجار. إذا نعيد غوني أمال على طيت غيمي أصالي لو كول دو سافيست. Rémi a sali le col de sa veste. Mina a fini tout son calcul. Tout son calcul. Je suis né le 20 avril. Je suis né le 20 avril. Marcel joue avec ses soldats. Marcel joue avec ses soldats. Michel a cassé un bol. Michel a cassé un bol. Voici le cheval de Michel. Il a une selle toute neuve. Il a une selle toute neuve. Une grande échelle. Une grande échelle. Mon oncle fera une belle récolte. Il y a un bel hôtel dans la ville. Il y a un bel hôtel dans la ville. L'hôtel des sapins. L'hôtel دي سابان. ثم نختم مع هاد المقاطع اللفظية والكلمات. إل لو فيل لو فيل. آل لو بال. إل لو سيل الملح. أول لو بول نوع من الأواني. لو بول. إل لو كالكيل. نستأنف الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.